بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان اينما كنتم، وما زالت الانطلاقات مستمره والتحديات تستمر شوط تلو الشوط من المسافه 2 كيلومترات مباشره مع المركز الاول الشهنيه سالم بن حمد المالكي من ينطلق مع اول المراكز وأول التحديات. المركز الثاني شواهين ناصر بن خليفة الغفيلي على المركز الثاني، أما في المركز الثالث الوصول من الأسماء الجديدة والمتدخلة أيضا القادمة، هناك الشاهنية حمود بن علي الوهيبي من ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من الشاهنية مبارك بن علي الوهيبي من ينطلق على المركز الرابع. المركز الخامس الشاهنية حمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. أعود إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، إلى التحدي الجميل والتحدي المثير مع الأسماء القادمة والمشاركة هنا من أجل الناموس والانتصار في أحد أشواطنا المميزة هنا مع المقدمة. هذا الشوط ما زالت وفي الصدارة وفي المركز الأول القادمة والمنطلقة منذ البداية الشهرية سالم بن حمد المالكي ينطلق مع أول المنطلقين. المركز الثاني، المركز الثاني لاحظ هناك علاج حمود بن محمد البلوشي اللي ينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث الشهنية حمد بن سالم الوهيبي ينطلق في هذه اللحظات والتحدي الثلاثي. المركز الثالث هم في المركز الرابع القادمة حربة ناصر بن حمد الوهيبي ينطلق مع حربة. المركز الخامس القدوم من الشهنية حمود بن علي الوهيبي. الشوط سريع للغاية، بدأ الزحف هناك مع مراكزنا المتقدمة في هذه اللحظات. أعود إلى المركز الأول، حربة تقدمت مع الصدارة ومع المركز الأول. ناصر بن حمد الوهيبي ينطلق مع أول المنطلقين. من الجانب الآخر الشهنية أيضا سالم بن حمد المالكي، لكن حربة نحو المركز الأول مع صدارة هذا الشوط منطلق مع أول المراكز. المركز الثالث القادمة والمنطلق الشهنية حمد بن سالم الوهيبي، لكن خلاص حربة 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 من الجانب الآخر، ولكن هناك التحدي الجميل والتحدي المثير من الشهنية سالم بن حمد المالكي. هذا التنافس الثنائي، حربة ولا الشهنية، حربة ولا الشهنية، لكن حربة ما زالت في المقدمة تنطلق مع أول المنطلقين ناصر بن حمد بن راكان الوهيبي. تهانينا والناموس المركز الثاني. كانت هناك مع ثاني المراكز الشهنية سالم بن حمد المالكي المركز الثالث، أيضا الشهنية حمد بن سالم الوهيبي. توقيتنا الزمني 2:53 62 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.